ان المجرات القديمه بالمقارنه بالمجرات الحديثه. السلام عليكم، ازيكم؟ في ال 24 ساعه الاخيره كميه احداث مهمه جدا حصلت في الفضاء لازم تعرفها، اخبار حصريه طالعه من وكاله ناسا بخصوص اخراج محطه الفضاء الدوليه بعد ما تطلع من الخدمه، زائد اخبار مهمه جدا جايه من تلسكوب جيمس ويب. بس احب ادعو حضرتك في الاول، لو انت اول مره تشوفني يا ريت تشترك في القناه علشان يوصلك كل جديد. ما اطولش عليكم في المقدمه، نخش في الموضوع على طول. اول خبر معانا بيقول ان وكاله ناسا طلبت من الصناعه الامريكيه ان هي تقدم مقترحات لانشاء قاطره فضائيه لازاله محطه الفضاء الدوليه من مدارها بعد ما تطلع من الخدمه في اوائل الثلاثينات. بتخطط وكاله ناسا لاستخدام المركبه دي اوربت عشان توجه محطه الفضاء الدوليه للغلاف الجوي بامان، ولو كل حاجه مشيت تمام فبعد انتهاء برنامج محطه الفضاء الدوليه هتبدا الرحلات الجويه والابحاث التجاريه في محطات فضائيه، واللي هتقضوا صناعات كتير قوي وهي اوريدي شغاله دلوقتي وبتتطور زي سبيس اكس واكسيوم سبيس. وكاله ناسا حاليا بتسمح لمؤسسات كتير قوي باقتراح جزء كبير من تصميم المركبه، زائد افضل نوع للدفع وسعر ثابت. لازم تعرف ان المركبه دي اوربت هتكون تصميم جديد للمركبه الفضائيه او تعديل لمركبه فضائيه موجوده، وهتتمتع المركبه دي بقدره كبيره جدا علشان تواصل عمليه حرق المدار، وده بسبب الحجم الكبير قوي بتاع محطة الفضاء الدولية. الكلام ده كله باستثناء روسكوزموس. روسكوزموس دي هي ناسا بتاعت روسيا. كل الشركاء مع وكالة ناسا وافقوا ان هما هيفضلوا في المحطة لحد سنة 2030، الا روسيا هتنسحب سنة 2028 علشان تتابع الخطط بتاعتها لاستكشاف الفضاء، واللي هي غالبا مع الصين والهند. لازم تعرف ان تم قطع كل الشراكات الفضائية مع روسيا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، بس وكالة ناسا أكدت إن الأمور هتمشي طبيعية جدا. الخبر التاني معانا جاي من تلسكوب جيمس ويب. تصدق أنت الوحيد اللي مضايقني بأسئلتك الكتيرة دي وسط الجروب بتاعي ده كله؟ اكتشف التلسكوب إن المجرات اللي في الكون المبكر كانت بتنتهك كل القواعد الكونية، وده بيسلط الضوء على كيفية تطور المجرات المبكرة والعمليات الأساسية اللي شكلت الكون اللي احنا فيه دلوقتي. وعلشان نكتشف حقيقة المخالفات الكونية دي استخدم فريق من علماء الفلك جيمس ويب علشان يبصوا لأكتر من 12 مليار سنة ورا ويراقبوا المجرات، زائد القواعد اللي اتبعتها المجرات عبر التاريخ الكوني. لو من نفس مجموعة القواعد هي على طول بتربط معدل ولادة النجوم بكتل المجرة بالتركيبات الكيميائية، كأن المجرات لها خطوات معينة بتمشي عليها. بس المدهش ان الخطوات دي بتخضع لعملية دراماتيكية، والاكتشاف ده لأن المجرات القديمة أنتجت عناصر تقيلة بس أقل بكتير من اللي كان بيتوقعه العلماء. لازم تعرف إن تلسكوب جيمس ويب خلاهم يبصوا لورا قوي من بداية تكوين النجوم والمجرات الأولى لما كانت مليانة بالهيدروجين والهيليوم، وما كانش فيه إلا عدد قليل قوي من العناصر الأثقل اللي بيسميها الباحثين المعادن، بس بعد كده تم دمجها مع الجيل التالي من النجوم، وبالتالي المجرات يعني بقت بتحتوي على تركيز أعلى من المعادن، وده معناه ان المجرات القديمة كانت كمية المعادن فيها قليلة بالمقارنة بالمجرات الحديثة. احد الباحثين بيقول ان كانت وفرتها الكيميائية اقل باربع مرات، واستند هنا للعلاقة المعدنية الاساسية اللي اتلاحظت في المجرات بعد كده. في النهاية لازم تعرف ان المجرات المبكرة كانت بتتلقى غاز على طول من المحيط بتاعها، وتدفق الغاز ده هو اللي خفف العناصر التقيلة جوه المجرات فبقى تركيزها اقل. لحد ما خلصت حلقتنا، يا رب تكون عجبتكم، ويا ريت اكون شرحت لك الموضوع بشكل مبسط، والسلام عليكم.